استاذ توني، مرحبا حبيبي، كيفك؟ يعني انت بتعرف انه هيدي اكيد اشاعة، والحمد لله انا باتم الصحة والعافية من رب العالمين. هذا السوشيال ميديا، هذا الحقد، هاي الغيرة، لوين بقى بدهم يوصلوا؟ يعني ساعة بيقولوا انخطفت، ساعة بيقولوا ماتت. حقد حقد، يعني انا ما، وهذا السوشيال ميديا يعني بموتوا مين ما بدهم وبعيشوا مين ما بدهم يا استاذ توني. وفي شغله، كم مره قالوا الله يعطيه طولة العمر عادل امام، كم مره قالوا انه توفى، وكم مره قالوا عن الفنان حبيب قلبي جورج وسوف. يعني كذا فنان بموتون وهن عايشين. نفس الشيء طالوا قالوا انه انخطفت، وساعة بيقولوا ماتت، وساعة بيقولوا انشلت، وساعة يعني شو بدي خبرك. انا يعني انا عم طنش، يعني انا ما بتصدق، انا ما عندي فيسبوك استاذ توني، ما عندي فيسبوك، ولا بفتحه ولا بشوف شو حاطين ابدا. اليوم تفاجأت كمية العالم، الله يعطيهم طولة العمر، محبة الناس اللي اتصلوا فيي اليوم وبعتوا لي على الواتساب عم بيطمنوا عني اني انا بخير. يعني عملوا لي دوشة بس انه العالم حرام خافوا وعم بيطمنوا عني، وما عم بلحق على الواتساب رد على العالم انه انا بخير. فمن خلالك، من خلال موقعك استاذ توني، طمن الناس اني انا بصحة جيدة وانا بخير، والله كبير. شكرا.